بالنسبه يعني على السعر، غير سعر هي اللجنه سعرتهم. والله نحن مواليدتنا درجه اولى، خلي يعطوهم غاز، يعطوهم غاز، يعطوهم يوفرون مثل قبل. اللجنه يعني تعتقد انه راح تغير شيء؟ لو مثل اللي قبل اللجان والله طبعا مثل القبله. طبعا مثل القبله، ما يتقون يعملوا شيء. ما يتقون. هالسعر تغيرت، بس هي لو يعطون غاز للمولدات طبعا ابو المولدين ينزل. هذا السعر كثير على المواطن. خاصة المناطق الفقيرة نحن هوني. ايش قد تدفعون؟ الشهر 14 يمكن. ايه. يمكن الساعة. الشوم ما كثيرة، الشوم ما كثيرة. هي مواد غذائية ما يعطون. الناس اكو بالشهر كله ما يفوت عليه 10,000 دينار، يدفع له 40,000 45,000 في اشتراك مولدة. هي هاي كلها عتبهم على الحكومة. الحكومة المفروض ما تقبل بهذا الشيء. من هذا خلي ينطون غاز للمولدات، يكونوهم بغاز، يمونوهم بغاز. ها راح تنزل الاسعار مال المولدات، بس هم تلقيها اتفاقيه جماعه اللجان مال المولدات مع اهل المولدات كله بهذا الشيء. هسه اللجنه تغيرت، ممكن انه يتغير شيء يعني او تنزل اسعار لصالح المواطن؟ ابد ابد ما تتغير، راح تزيد ما تقل. هو ما يعني هسه العداد من يحسبوا عليه راس الشهر، ما يكمل الشهر يحسب العداد. يوم 22 23 يوم يحسب عليهم العداد، يحسب عليهم الشهر. يعني وحيطلع 14,000، وهذا يحسب 30 يوم يطلع عليه 25,000. اعطينا 34 الى ربع. ما كم رفيعه؟ ثلاثة. على 14؟ على 14 نعم. ما كثير على بعض العوائل؟ والله يا اخوي على ما عنده كثيرة، بس على والله اللي عنده لا والله ما يدير باله. لو يعني ايش قد من ينطي ما يدير بال، ما يهم، بس الفقير لا والله الفقير انا اقول لك واقع بيه، انا اقول لك. الأغلبية من واقع بيه؟ الفقير. الفقير ما عنده، ما عنده لا عنده راتب، لا عنده عمل. ما عنده شيء يعني يتسبب رزقه، يعني على ما تيجي المولدة يحتار من يدفع حق الايجار. هسه اللجنه تغيرت. ايه. احتمال راح تغير شيء او تقوموا بدور شيء؟ والله هي تبقى عاد على ضميرهم، ضميرهم هم عاد بيدهم يقدروا يغيرون، لا هم كل شيء يقدروا يسوون، بس انه مال تغيرون اني يعني صراحه بزعنا من هذا السوالف، راح نغير راح نسوي راح نعمل وكذا. ما يسوون كل شيء. ايش ممكن يساعدون المولدات حتى ينزلون السعر؟ يا اخوي غير الحكومه المركزيه تساعد، الا تقدم نفط لابو المولده على مود حتى ينزل من عند التسعيره.